شوفوا هاي محافظة نينوى والحجر مالتها، هذا الحجر مال محافظة نينوى، بس شوفوا الحجر مال محافظة نينوى هذا شان حجر، يعني ما بينه شيء راح يصير بي شيء 100%. زين هذا الحجر الصحي، هاي نينوى تحجر الناس بهاي الطريقة، زين بهاي الطريقة ينحجرون الناس. شوفوهم، شوفون الحجر مالتهم، طبعا اكو نساء بس ما نقدر نصورهم، اكو نساء واطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع الى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال ارقامنا اللي تظهر اسفل الشاشة امام حضراتكم، وايضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من ارسال الرسائل النصية المكتوبة اللي سنقرأها ان شاء الله في هذه الحلقة في نهاية الحلقة. طبعا الموضوع اليوم عن اليوم العالمي للأرامل، وضع الأرامل في العراق، كيف تعيش النساء العراقيات الأرامل في ظل هذا البلد المنهار اقتصاديا، في ظل وجود اعتداءات، في ظل وجود انتهاكات تطال الأرامل، في ظل وجود مضايقات طبعا، وكذلك موضوع الاعتقالات، الإخفاء القسري، الاغتيالات، هذه الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات القوات الحكومية اللي تطال أرباب الأسر بالنسبة لكثير من العوائل العراقية، واللي تسبب ارتفاع أعداد الأرامل في العراق. سنتحدث بالأرقام عن الأرقام الحكومية التي تتحدث عن أعداد الأرامل في العراق، وكيف أن هناك أيضا تشكيك من قبل منظمات دولية حقوقية وغيرها بهذه الأرقام، تقول بأن هذه الأرقام غير دقيقة، الأرقام الحقيقية أكبر بكثير. طبعا العراق في السنوات الأخيرة شهد زيادة واضحة في عدد الأرامل، وطبعا بحسب الإحصائيات الصادرة من جهات حكومية ومنظمات مختصة وصل عدد الأرامل بحسب هذه الجهات إلى 878,455. لكن عضوة رئيسة لجنة ما تعرف بالمرأة والأسرة في عام 2017 لما الحلفي وهي تابعة للتيار الصدري، قالت بأن أعداد الأرامل في العراق تجاوزت 2 مليون أرملة. والأرقام التي تقول أو تتحدث عنها اللجان الحقوقية أو المنظمات أو الهيئات الحقوقية المعنية بشؤون المرأة وبشؤون الإنسان بشكل عام في العراق، تقول بأن حتى 2 مليون أرملة هي أرقام مشكوك بها، الأرقام الحقيقية أكبر. الإحصائيات اللي يتم تداولها نقلا عن مسؤولين عراقيين ومنظمات مدنية، ما بين 90 إلى 100 امرأة عراقية تترمل يوميا، يوميا مشاهدينا الكرام. تخيلوا أحجام أو أعداد الأرامل وهذه الجيوش من الأرامل يوميا في العراق، من 90 إلى 100 امرأة بحسب مسؤولين عراقيين. سجلات وزارة شؤون المرأة، السجلات الرسمية الحكومية في وزارة شؤون المرأة تقول أن هناك 300,000 أرملة في بغداد فقط. طبعا هذا أيضا هذه الإحصائيات كانت في عام 2017، إحنا اليوم 2020 بعد مضي 3 سنوات وبمعدل 90 إلى 100 امرأة أرملة يوميا، لكم أن تتخيلوا الرقم الحقيقي في بغداد فقط. تقول هذه السجلات أن هناك 8 ملايين امرأة أرملة في العراق، هذه سجلات وزارة شؤون المرأة في العراق، هذه السجلات رسمية. هذا العدد يقدر بحوالي 35% من عدد سكان العراق. مشاهدينا 8 ملايين أرملة بحسب سجلات وزارة المرأة، يعني هذا تعداد دول محيطة بنا لا يصل تعداد سكانها إلى 1 مليون نسمة، فما بالكم بثمان ملايين. طيب شنو وضعهم؟ شنو حالهم؟ في العراق صار لهم 6 أشهر منذ بداية هذا العام لم تحصل النساء العراقيات الأرامل على معونات الرعاية الاجتماعية التي تخصص لهم من قبل الدولة. 6 أشهر، طيب شنو مصيرهم؟ وين يروحون بالأطفال اللي عندهم؟ شنو مصير هاي النساء العراقيات اللي بلا معيل بسبب الاعتقالات، بسبب الإخفاء القسري، بسبب الاغتيالات، بسبب فقدان السيطرة من قبل الدولة على النظام الأمني وانتشار الميليشيات وفرق الموت والاغتيالات، وحتى الأجهزة الأمنية متورطة بالانتهاكات اللي تحصل للعراقيين وخاصة الذكور.
فطبعا هنا المتزوجات يعانين بسبب غياب المعيل، بسبب غياب رب الأسرة اللي راح على إيد هاي الميليشيات أو على إيد القوات الحكومية اللي تتم اعتقالاتهم حتى بكثير من الأحيان بدون أوامر قضائية. طيب شلون يعيشن؟ مين يصرفن إذا الدولة، حتى الدولة ما تخصص لهم المساعدات اللازمة؟ طبعا المفوضية حقوق الإنسان في العراق تؤكد عدم صرف رواتب الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأرامل منذ بداية العام الحالي كما قلنا، لكن هذا نؤكده بالتصريحات الحكومية. علي البياتي وهو عضو المفوضية قال إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تصرف الرواتب الخاصة للأرامل منذ 6 أشهر وحتى الآن بذريعة تحديث المعلومات. طيب 6 أشهر يحدثون معلومات، 6 أشهر تحتاج العملية إلى تحديث بيانات ومعلومات. خلال 6 أشهر ما فكرت الدولة شلون تعيش هاي الأسر اللي بلا معيل، اللي أصبحت الآن ربة الأسرة هي امرأة أو رب الأسرة أصبحت امرأة، منين تشتغل ومنين تعيش في ظل هذا البلد اللي تعاني فيه المرأة بكثير من الأحيان من المضايقات، من الانتهاكات، من الابتزاز من قبل ضعاف النفوس اللي يتعاملون ويا النساء على أنهن شيء متدني في المجتمع، شيء لا قيمة له في هذا المجتمع. إذا مشاهدينا الكرام، نحن أمام قضية حقيقة صعبة للغاية، وهو وضع النساء في العراق بشكل عام. الأرامل جزء لا يتجزأ من معاناة كثيرة من المطلقات، من غيرها من النساء اللي يعانين في، حتى في المعتقلات هناك نساء يعانين بسبب غياب الدولة، غياب دور الدولة في حفظ كرامة وحقوق المرأة، ولا يوجد حساب أو عقاب لمن يقوم بانتهاك القوانين ويقوم بالاعتداء والتجاوز على حقوق المرأة العراقية. طيب معنا الآن السيدة أم مريم من الفلوجة، تفضلي يا أم مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أم مريم. أستاذ محمد، كنت تحكي يعني عن المرأة بالعكس يعني عانت يعني معاناة يعني خاصة زوجات المعتقلين. نعم. يعني زوجات المعتقلين وأطفال المعتقلين يعني حتى جنازتي ما حد يسويهم، يعني تروح لهذا تقول المعتقل لا جنازتي لا رواتب. نعم. يعني حسنا المرأة عندهم لا رواتب ولا جنازتي ما نسوي حتى جنازتي، يعني تروح تقرا يقول لك يا أبو هذا معتقل ما له لا جنسية ولا كل شيء. نعم. وهم يعني هم أخذوا يعني 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 تهمة كيدية، يعني أخذوه من البيت، يأخذوه من البيت، فالقاضي يحكم علي بدون ما يجيب القاضي يحكم علي لو الإعدام والمؤبد. شنو مصير يا أم مريم، شنو مصير المرأة العراقية اللي تفقد زوجها وما عندها لا شغل لا عمل، عندها مجموعة من الأطفال، هناك بعض العوائل هناك كثير من الاطفال بيها، شلون تعيش؟ استاذ محمد، انا مني وحده اللي احس يعني اللي نعيش يعني معاناه صعبه، يعني يعني عشنا شلون تقول يعني بدنقاد، يعني النساء هسه النساء العراقيات يعني قبل يقولون زمان صدام يعني ما شفنا هذا يعني صار بينا هسه، يعني الظاهر يعني اطفالنا لا نقدر نخليهم بالمدارس، لا مصرف، لا راتب عندهم، لا شيء، يعني حال الظاهر حال، لا بيت حتى بيوت ما عندنا، قاعدين يعني بتوار بالشوارع يعني قاعدين. مو يا ام مريم، اللي نسمعه من السياسيين الموجودين بعد 2003 اللي يسمون بالسياسيين اللي بالمنطقه الخضراء، يقولون احنا خلصناكم من نظام قمعكم ودمركم، وطيب هذا النظام، بس اسمحي لي ام مريم، احنا حتى لا نقارن، احنا ما نريد نقارن، احنا نقول خلص النظام، النظام السابق خلص بما له وما عليه، انتم ايش قدمتوا؟ انتم ايش حققتوا للمرأة العراقية، للإنسان العراقي بشكل عام؟ هذا اللي نسأله. شو ذليتوها؟ شو هم ذلوا المرأة العراقية؟ يعني حتى هذا الزمن يعني ذل المرأة العراقية، يعني تقولوا أنا المرأة العراقية يعني يعني مذلولة، بالعكس مذلولة. يعني خلصت عموها يعني يعني زمن صدام ما ذلت فيك، يعني زمن السابق ما ذلت فيك، يعني يعني هسه ذلت إذا زوجها يعني بسجن ما عندها أحد، يعني تشتغل الله عز وجل يعينها. يعني المرأة يعني وين يعني وين تبقى نفسها المرأة؟ نعم يعني خليهم يحبون يكون عفو عام من هالسجناء، يعني كلهم ابرياء، يجي لك حال قاضي وقاضي خبره هاي ما عنده خيفة الله، يعني يحكم يعني يحكم باطل، يعني حتى ما يجيب يحكم عتهم كيدية. نعم. يجيبوا مكامة واحد ويحكمهم، ما صاير يعني هذا لا الإسلام ولا التاريخ، واحنا نطلب من محمد الحلبوسي، نطلب من عنده، نطلب من القاضي، من القاضي نطلب العفو، نطلب العفو العام. هم ابرياء، احنا لو ما عندنا مو ابرياء، احنا ما نطالب بهم.
نعم. ما طالب منهم لا ابرياء، بس هم ابرياء يعني. انتوا عفوا عام وطلعوا هذه السجن، سووا التكريم في السجون كان قدام السجن. يا ام مريم، انا اشكرك يا ام مريم، ونرجع ونقول احنا مو بصدد مقارنات بين الماضي والحاضر. احنا خلصنا من مرحله وانتظرنا الوعود اللي شبعوا بها العراقيين على حنسوي لكم وحتعيشون الرفاهيه وحتعيشون في بلد سيكون من البلدان المتطوره ومثال يحتذى به، وحتعيشون في بلد تنعمون به بالحياه الامنه السعيده. وكل العراقيين مدى يشوفون هاي الوعود، صار لهم 17 سنة وإحنا مستمرين. طالما هم مستمرين أيضا حنشوف المعاناة على أيديهم، على أيدي هاي الأحزاب وعلى أيدي هاي الشخصيات اللي بدها تحكم. نقول بأنه خلاص السابق انتهى الماضي، وعدتوا العراقيين بكثير من الوعود، ويطلع اللي يقول لك لا دولة مثلكم وبشنو مثلا، أو يطلع اللي يقول إحنا تجربتنا الديمقراطية، نور المالكي يقول تجربتنا الديمقراطية مثال يحتذى به في المنطقة. من أي ناحية؟ من أي ناحية العراق يحتذى به؟ من ناحية الفساد، من ناحية السرقات، من ناحية معاناة المرأة، من ناحية قضية المعتقلات وامتلائها بالسجون، السجون السرية والعلنية، قضية فقدان السيطرة على الأمن في العراق، انتشار الميليشيات وغيرها، ولا النظام الصحي اليوم اللي دا نشوف الكوارث ونسمع عنها يومية في العراق بكافة محافظاته بسبب فيروس كورونا وحتى قبل كورونا. شلون حال مستشفيات العراق والوضع الصحي، ولا التعليم، ولا القضاء المسيس، القضاء اللي يتهم العراقي ويتهم حتى غير العراقي. لما توصف المنظمات الحقوقية بأنه قضاء محطم وقضاء فاسد، هذا كله إثبات على أنه ما جاء به هؤلاء ليس نظام لبناء دولة، وإنما لهدم هذه الدولة وتدمير كل الأسس التي بنيت عليها الدولة العراقية الحديثة من عام 1920. طيب، معنا السيد أبو علي من واسط، تفضل. أستاذ الكريم، تحية لحضرتك، تحية لجمهورك، مساء الخير للعراق والعراقيين. مساء النور، أهلا وسهلا. لا بالعكس، هو صحيح يعني مثل ما قال المالكي، يعني النظام بالعراق الآن الديمقراطية يحتذى بها بالدول أو منطقة الإقليم. يعني دولة جابت أحزاب كنا نعتقد أنها معارضة، طلعت مو معارضة. نعم. كنا مغرور، الشعب كان مغرور يعني مختب بيهم. عندنا برا محمد باقر الحكيم، وعندنا فلان، وعندنا فلان، والحمد لله ظهروا على حسب كل شيء ما يفتهمون. فساد موجود وما حد يقدر يحاسبهم. الولايات المتحدة الأمريكية وقفت إلى جانبهم وخلتهم يوقفون على حيلهم يبنون مؤسسات فساد ومؤسسات قتل وميليشيات. كانت هالميليشيات الموجوده الان اللي منضويه تحت اسم الحشد كانت ما موجوده بال 2003 و2004 و2005، كان بس مرتضى الصدر لازم جيش المهدي يكتب بالناس. نعم. وما حد يقول لنا. فليش يا اخي؟ بالعكس، هم بينوا للعالم انه اساسا العراق بلد انهم ما جايين يبنون. نعم. قاعد تتهمون تقولون تكونون حيدون. لا، هو يقول انا اريد اخذ حق من العراق، انا كنت محروم واللي داخل حق من العراق. هم هذه سياستهم استاذ عمر. يعني ياخذ حقه من العراق على اي اساس؟ يعني طيب والناس الموجودين به ما لهم حق بهذا البلد؟ النساء العراقيات ما لهن حق بهذا البلد؟ حلو. هو ياخذ حقه من العراق، يقول انا كنت مظلوم. هو طبعا ما مظلوم، هو شاب. رجل اساسا ما يقدر، لانه مواطن ما يقدر يعيش بالعراق. فالشعب اللي كان موجود وهو قالها عبد العزيز الحكيم موجود ومؤثر، يقول شكو واحد بقى بالعراق هو بعثي. يعني كانوا 35 مليون عراقي موجودين بالعراق، وهم على حسب ما يقولون النظام صدام حسين يقمعهم وما عندهم حريه، ما عندهم كلمه، ما عندهم غير، بنقول هذا البعثيه، فهم يتحملون اللي صارهم. يعني مثلا هو من كان هناك هذول جماعه رفحه بس ياخذون راتب مليون ونص. مو النساء يعني العراقيات احق بهاي الفلوس يا ابو علي؟ يعني بنظرك انت ونظري انا ونظر العراق الشريف طبعا، بس هذا هاي من النظره المنطقيه. احنا يعني هو بالضبط. نعم. هم استاذ عمر، هم نظرتهم غير. هم يقول لك انتم ما لكم حق. يعني هو كان قبل ياخذ البيزنس من اوروبا، يعني يساعدونه ترى. هم كان اغلبيتهم لو تروح الملفات باوروبا اكثرهم ضاحكين على الدول ماخذين ديسيبل معوقين وياخذون رواتب وهم قاعدين. نعم. فاجوا هنا يقول انا اخذ حقي. انت كنت عايش قبل، انت ما كنت تعاني من صدام، انا كنت اعاني من صدام. استاذ عمر، انا حاكيك من نظرتهم هم. انت لا، انت يا اخي تراكم مثل المصري يقول الضرب بالميت حرام.
فهذول متعاتبهم تخلي لهم قيمه. يعني 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 العراقيين معانا ومن حروب معانا ومن حصار، يعني هم ذولا اللي هم كلهم على بعض ما بيهم الف واحد اللي اجوا ذولا السياسيين، يعني دي يريدون ياخذون حقهم، هاي الحق اللي يريدوه بمليارات الدولارات اللي هي تكفي شعوب كثيره حولنا. انت تعاتب واحد عنده غيره، تعاتب واحد عنده عرضه بوجهه. نعم هذا مو يطلع على التلفزيون واحد يقول احنا كنا مرتشين، زين اللي يقول لك انا مرتشي، انت شو يعني شنو تترجى من عنده؟ نعم انت شايف اليوم تصريح وزير الماليه شو يقول؟ يقول احنا نريد نعيش حاله تقشف. العراق ايش بده حتى يتقشف بعد؟ طيب انا اشكرك يا ابو علي، اشكرك يا ابو علي من واسط، شكرا جزيلا. معنا السيد ابو فيصل من السعوديه، تفضل يا ابو فيصل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الحمد لله، تحيه لجنابك، تحيه للشعب العراقي، تحيه للقناه وكادرهم، الله يبارك فيك. بالنسبه للشاده الفساد، هذا النظام هو هم عصابات، هم جاي هم جايين استاذ محمد، ما هم يخدموا العراق، او هم يروحوا للضعفاء. شوف ما يسمى بحقنا باجي رفع هم الخوخائيين والمجرمين، ما يقدر الكاظم يختم الراتب، مع العلم انهم يتقاضون اكثر من راتب. وهم انت رجل عربي ومسلم وبالنهايه ايضا رجل، هل ترضى باي مكان بالعالم ان تشاهد المراه، حتى نضرب مثال بالسعوديه، تشاهد المراه السعوديه تتسول، تبحث في المزابل في النفايات عن طعام لها ولاولادها، وتقف متفرجا؟ انت انسان قبل ان تكون مسؤول، انت مو مسؤول، أنت إنسان، هل تقبل كرجل أن ترى المرأة بهذا الوضع المأساوي أمام عينيك؟ أستاذ محمد، بالنسبة لحكام العراق هم ما عندهم إنسانية ولا شرف أصلا، هم ناس ساقطين أستاذ محمد، هم خونة. ما أنت ترجي من خاين يعني يعطب على شعب، لا هو هدفك، هم من 2003 هم مجموعة زمرة طاقي لا تمثل العراق ولا تمثل حضارة وشيم العراق وخيرة العراق، العراقيين معروفين بكلامهم أهل المظاهر. نعم هذول ناس مجرمين قتلة لا يعرفون إلا السرقة، وجايينهم ونجر السرقة. أما قضية العراق أو قضية حدود العراق وكيف العراق، العراق الحين في ظل هذه العصابة هي يقودها الخامنئي اللعين، دولة خامنئي لا دولة بالعراق. نعم. عصابات شايف البرلمان هذا الساقط وشلون يمررون يسوي. طيب. شلون يعني ناس مجرمين. وتحية لك. أنا أشكرك يا سيد أبو فيصل من السعودية. معنا السيد أبو محمد من كربلاء، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ شلون احوالك؟ وعليكم السلام ورحمه الله، الحمد لله بخير. الله تفضل. استاذ انت تسولف عن المرأة، انا رجل. نعم. خوش، انا قبل اربع خمس شهور خذوني بسطوني وموتوني وطلعوني، الله وكيلك ظلت عيالي بالشارع وكل شيء ما قبضت، لان القاضي مرتشي. مين اكو حكومه؟ قاضي مين؟ ليش اخذوك يا ابو محمد؟ ليش اخذوك وضربوك؟ استاذ اكو جريمه مال واحد مخطوف، المخطوف انا ما اعرفه ولا يعرفني، ولا هاي مجرد اشتباه بالاسم. خوش. نعم. خذوني بالمكافحه، ملخوني تمليخ، بقيت اربع اشهر. احكي لي، انت متزوج يا ابو محمد؟ طبعا ابو محمد متزوج. استاذ عائلتك متزوج صار بيها بهالخمس اشهر؟ عائلتك الخمس اشهر قاموا يجدون ابني الكبير طردوه من المدرسه وخذوا بيتي، هي نفسها الحكومه، لان هو كان بالاحزاب هذا المشتكي. نعم يعني قصه، انا وا اطلع على اذاعتكم واسولفها، قصه كذب مثل الكذب، وعندي دلائل وعندي براهين بها. نعم انا اشكرك. بالله وبرسول الله استاذ، بس اسمع. اي تفضل. بالله وبرسول الله قاموا يجدون، يعني عندي عائلتي قامت تجدي، حتى انا قاعد ببيت ايجار ما يسوى 10,000، مطبي 150 واقع. نعم. صدق. نعم. بالله ما عندي مبرده، من وراء هاي الاحزاب ومن وراء الحكومه هذه القضاه، من القاضي العدل؟ انطيني. نعم. قاضي عدل، بس الله قاضي عدل. ونعم بالله. انا اشكرك يا ابو محمد من كربلاء، الله يكون بعونك. يعني خمسة اشهر بلا ذنب اعتقل، تعذب الرجل، عائلته تشردت، بدأت تتسول الجدي. طيب واللي صار له سنين بالمعتقل والسجن، هذا شنو مصير عائلته وشنو مصير أطفاله؟ هاي الدولة بشنو بدها تفكر؟ ما الذي تسعى إليه أكثر من هذا الدمار والخراب اللي وصلت العراقيين إلى هاي الحكومات اللي جت بعد الاحتلال؟
شو ينتظرون؟ يعني يقول ابو علي ذولا يباعون للموضوع انهم يريدون حقهم. طيب حق الناس هاي البسطاء اللي يوميه بمشكله ويوميه يعانون من السياسات الخاطئه اللي تتبعها هاي الاحزاب وهاي الشخصيات. ام احمد من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد وحي قناه الرافدين الوطنيه الاصيله. الله يسلمك. موضوع اليوم له اسباب وله مقدمات والارامل مو بس فئه وشريحه الارامل. كل الشعب بيعاني. نعم. بتأدي بالمقوله اللي معناها انه يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه. نعم. هذا اللي حدث بالعراق. وأريد أوجه بعض العراقيين اللي تعبوا ويأسوا من هذا الحال، ونلاحظ نسمعهم أكثر من مرة من يشاركون إنه يريدون يقولون حتى لو نروح لإسرائيل نريد جوازات ونطلع. لا، مو أنت يا عراقي يا شريف تطلع، هم يطلعون وإن شاء الله نطلعهم. هذا اللي لازم يصير. فإحنا مو هماتين ننتظر انه يجينا احد مثل ما انتظرنا امريكا والعصابه الحاكمه عندنا جت تخلص العراق من الوضع اللي كان فيه وصار بينا فعلا. نعم. صار بينا مثل ما الشخص اللي جاهد اللي يعرف حقيقه الامر. نعم. تورط العراق ولحد الان صار 17 سنه يدفع كل الشعب والارض والجو والماء العراقي. نعم. كله يدفع الثمن. يعني سيدة أم أحمد، إجا مصطفى الكاظمي وصدع رؤوس الناس بهالوعود اللي ما حد يفتهم منها أي شيء، أنه مجرد هي كلام على التلفزيون. يقول رواتب المزدوجين رواتب ورفحاء وكذا، حنوقف وحنقطع وحنسوي. طيب صار لهم ست أشهر قاطعين رواتب الرعاية الاجتماعية عن الأرامل بالعراق، هذا بحسب مفوضية حقوق الإنسان. ما يبوا على هاي القضية، ما يقول شنو مصير ملايين الأرامل العراقيات اللي كل واحدة عندها اثنين وثلاثة وأربعة وأكثر من الأطفال، شنو مصيرهن؟ سيد محمد ما سبقوه وهو، وإذا بقى واللي راح يجي بعده هو، هذا يعني هاي خطتهم، هاي مسيرتهم. الأخ اللي قبل شوية اتصل انه جايين ياخذون حقهم من العراق، جايين ينتقمون من الشعب، مو هذا احد الاراء الصحيحه. هذا احنا الكلام بعد ماكو داعي بعد نعيد بيه. نعم. عرفناهم شنو؟ مفروض الشعب كله يطلع ويتخلص منهم ويقلعهم، احنا بعد ما نيأس ولا ننتظر احد يخلصنا منهم. نعم. انا اشكرك. الشعب هو مصدر السلطات والقوه. نعم. أنا أشكرك سيدة أم أحمد، كنت معنا من بغداد. طبعا على موضوع نتخلص منهم والخلاص، اليوم 23 بالشهر، باقي 7 أيام على المليونية اللي دعت إليها اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، مليونية الخلاص. هذه الدعوة توجه أيضا إلى جميع العراقيين، أن هذه الدعوات للمشاركة في هذه المليونية للخلاص من هؤلاء اللي دمروا البلد بكل ما تحمله الكلمه من معنى، ولم يبقوا للعراق لا سمعه لا صيت لا هيبه لا وضع حتى داخلي. فطبعا هذا الكلام ايضا يربط بحديث السيده ام احمد. السيده ام محمد من صلاح الدين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا من 2017 انا عندي ميت. نعم. وما عندي رعاية ولا عندي راتب، وكل ما اروح يمشون المعاملة. ليش ما يمشوها؟ وعندي كل ما اروح على شعار اخر شعار اخر. وسجلت. نعم. ما حد نطاني. نعم. صدق بالله، ورحت ما مكتب سجل عاطلين عن العمل. ورحت سجلت ولا رسالة ولا كل شيء حتني. شلون عايشة يا أم محمد؟ والله من رحمة الله. نعم ونعم بالله. رحمة الله عايشة. أنا أقول لك يعني رحمة الله أحسن من عندهم، أحسن من الدولة مالتنا من الحكومة. ونعم بالله ونعم بالله يعني. والله ومن بإذن الله. رب العالمين أفضل من كل البشر، لكن لله. أنا قصدي يعني على شنو معتمدة؟ على شنو معتمدة؟ والله معتمدة على الله أني. نعم. أنا معتمدة على الله. طيب كم طفل عندك يا أم محمد؟
أنا عندي 5 بنات وثلاث ولد. الله يحفظهم إن شاء الله. الله يسلمك. الله يكون بعونك يا ام محمد. وطبعا هاي يعني هاي من الاصوات اللي حقيقه تبكي الحجر انه يسمعوها. انا اشكرك يا ام محمد. يسمعوها السياسيين اللي اسمهم سياسيين المعنيين بشؤون المراه وشؤون المجتمع ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالاقتصاد وبالوضع الانساني ليتفرجون ويسمعون اكيد. وقبل طبعا هاي الحلقه ولهذا الاتصال هم سامعين ووصلتهم مناشدات والتماسات وطبعا حال المرأة العراقية من سيء إلى أسوأ. أم أزهار من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. الله يسلمك. بالنسبة أنا بس أريد أسأل سؤال بالنسبة للبرلمانيات اللي قاعدات ويا البرلمانيين شنو عملهم هم والبرلمانيين؟ نعم. شنو عملهم؟ مو هم لازم يكونون ظهيرة للمرأة؟ نعم. مو هم لازم يركضون ورا اليتامى ورا المساكين ورا الجياعة ويلبون طلباتهم؟ يهم يلبسون الذهب وكل وحدة تصير لها اللي كانت خبازة صارت هلبة لها واللي كانت تقرأ قرايات صارت شلونها؟ كل شيء لا يعرفون يقولون لا يكتبون لا كل شيء ما يفهمون. بتعينا للزمن اللي خلانا هيك شكولات يقعدون بالبرلمان وهيك شكولات يقعدون يحكمون هذا الحكم. احنا ما ننادي الى لا مسؤول ولا سياسيين لان هذول عندهم الضمير، الضمير مالهم مات. حتى لو يشوفون هسه واحد يموت قدامهم ما يبكون عليه، ما يهمهم. الا يعني هم ما يهمهم شعب مات جاع اكل، مهم هم جيوبهم يترسوها وهذه هي. هذا ضميرهم مات، يعني ما عندهم ضمير نهائيا. واذا يطلع حمود يقول انتم شاد عندكم احسن من هالبلد. لا والله يا ابا، انتم نظمتونا وكلتوا البلد وبنيتوا قصور وبنيتوا مدارس. نعم. وبنيتوا مستشفيات بحيث هسه المستشفيات الموتى يموتون بكورونا بالشوارع بالشارع. اكو مستشفى اللي تكفيهم. يعني انا يعني هذول يعني حتى اليهود يمكن حتى اليهود يصير عنده ضمير احسن من هذول الحلبوسي وغير الحلبوسي. هذا الشوكولات اللي اجوا لنا يعني هذول بس يلفلفون فلوس ويوميه يوميه قاعدين بالتلفزيون ويسطرون كذب وما يلحقون. أنا أشكرك يا سيدة أم أزهار من بغداد، أكتفي وياك بهذا الكم. سيدة أم علي من بغداد تفضلي. أستاذ محمد. أهلا وسهلا يا أم علي، تفضلي. الله يخليك، أناشد من منبركم الشريف. أستاذ محمد. نعم. أنا عندي سجين بالشعب الخامسة. نعم. اليوم خابرني، والله يا أستاذ يعني ما يقدر يحكي، مخلوق. ويمشي قال لي يمه وباء بالسجن، وباء بالسجن وماتوا وشقد، وابني البارحه متخبط كانونه ما حد يقدر يشدله بالشعبه الخامسه. نعم. المساجين هم بيناتهم شادين الكانونه. استاذ. نعم. تسمعني؟ اي نعم نعم. بالشعبه الخامسه وباء. قلت له ابني ناجده يقول المنتسبين يقولون لا تحسون واللي يحكي ينعاقبه. هذا المناشد اليوم. نعم. اليوم والله يا استاذ اناشد منبركم الشريف وصلوا صوتنا لمصطفى الكاظمي يزور الشعبه الخامسه. نعم. ترى كلهم ميتين تعرف في الاخر نفس ولدنا بالشعبه الخامسه ميتين. نعم. زين والمنتسبين ما لهم شغله. اي مناشدتك ان شاء الله توصل يا ام علي. أنا أشكرك والله يكون بعونك وبعون ابنك المعتقل وبعون كل المعتقلين في سجون الحكومة وميليشياتها. أشكرك أم علي. أكو نقطة بس سريعا مشاهدينا الكرام، بعض العراقيين يقولون أنه أو يعتبون أو يلومون أنتم دا تأولون وأنتم دا تثيرون قضايا غير موجودة، مو لأنه معناه أنت عايش بأمان في منطقة معينة موفر لنفسك حماية أو قدرت تتعايش ويا هذا الوضع في منطقة معينة في العاصمة أو في غيرها من المحافظات، معناه أنه كل العراق بنظرك بخير.
هاي الأمور الموجودة، هاي القضايا، هاي المآسي موجودة وحقيقية. إذا أنت متبوع تحتاج تفتح عينك أكثر وتبحث عن اللي دي يصير ببلدك، مو فت حولك شارع وقهوة قاعدة تبيها معناها أنه أنت الوضع عندك تمام وأمورك طيبة. لا، الوضع بالعراق مأساوي، يحتاج أنه أنت تشوف. هذا طبعا الكلام لبعض من يوجه التهم طبعا باستمرار ويقول بأنه أنتم تثيرون مشاكل غير موجودة وغير حقيقية. طيب، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كان 15 سنة نعاني، لو مربينا طفل هم صاروا هم لزم الدولة. يا حكومة المو جميلة، يم حجاب بقس سرير المرضى ويغطي الجديلة، يم دماغ الفارغ وناقص علم، ماكو غير الشنه ما عدنا زلم. يا حكومة شقد حقيرة شقد فطيرة، ما دريتوا ولا سمحتي كل جمال القائد بصحوة الضميرة، وهم شرط بالقصة غيرة، وانت دولة وعدها جرعة لكن ولا قطرة غيرة. يا حكومة المهزلة الشعب بيك ابتلى، وبطلك للنستلة عمي يا نستلة، انتو الويات كلكم اغبياء، ليش غشيتوا شعب كله برياء وناس فقرة، ومن جيتوا كان ضمها انبياء، وكان واحدكم حمامة، وكان من يمشي امامة، ومرتدي براس الاعمامة، تار جنسيتي عندكم والقبر كوني للبكم، طاح حظكم وين وصلتوا العراق، وين يلكلكم نفاق، هاي بيريتي بعدهي وعنده موجود النطاق، ومن نقوم تصير ثورة، وثورة الجوعان خطرة، العامل من يضيع صبره، والفلح عندها مناجل وتنتخب زود السنابل، وهي خضرة وهي صفرة، وانتم بالخضرة بعدكم، راح اجيكم انا واصحاب المناجل، وراح احشكم من جذركم، وتنترس منكم مزابل يا مزابل. السلام عليكم اخوان، امبارح شفت فيديو وبصراحة قلقني، والفيديو كلش مهم فحبيت افيدكم به، اللي هي هاي كمامة وهذا مي وهذا كحول. كنا نغلط الغلطة اللي هي شنية، كنت اخلي الكمامة مثل بالغرفة او بسيارتي الخاصة، وارجع ورا ساعة افتح الكحول وارش كحول عليها وانتظرها الكحول يجف والبسها، كنت يعني محسب حساب بين تتعقم. فمن شفت الفيديو انصدمت، شوف اللي اكتشفته شنو، هو مو اكتشفته اللي نشر الفيديو. عشان دير لي مي هنا، هاي الكمامة شوفوا شلون حندير عليها مي، دير لي مي، انتبهوا الكمامة ما تعبر قطرة مي واحدة، من حنرش عليها كحول هسه، رش عشان كحول، أول ما رش الكحول الألياف مال الكمامة أو القماش أو الألياف البطنية ده تبدي تتفتت وتتكسر، بمعناها يعني تعبر الرذاذ. إذا الله يشفيك شهداء، أنت كنت مريض تعبر الرذاذ خارج الكمامة، وإذا أنت مو مريض وشخص مريض يمك تستنشق رذاذ، فلا حد يغلط هاي الغلطة. إن شاء الله الستر والعافية لكم ولعوائلكم وجميع العراقيين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات، اللهم رب يسر عليكم إن شاء الله. تحياتي لكم أخوكم أبو. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا مقطع حقيقة فيه معلومات مهمة. هذه الكمامة اللي هو عارضها وفق ما يوصف صحيا هي للاستخدام واحد، لكن بالعراق غير متوفرة وأسعار تفرض عليها من قبل بعض الصيادلة بعض الصيدليات ومن يقومون ببيع الكمامات، فيضطر المواطن إلى استخدامها بالطريقة اللي سمعناها أنه يغسلها ويعيد يستخدمها. عموما نتمنى يكون هذا بفائدة للجميع. ويانا السيدة أم حسين من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير، الله يسلمك. أشكر قناة سمو، أي من الله منكم يسمع لي الكاظمي، كفيلك الله، زوجي راح بس بسجن بريء، كفيلك الله، انظلم بريء، 25 يوم بالتعذيب، كفيلك الله، خلوه يحترف على ملف مال واحد مقتول، أولاديها إلى إيد، لا تشد دلالة، لا بصمة. حكم حكم الحاكم بالإعدام. بملعب الشعب كثرة الله، خاورني قبل أسبوع. الرجال قاعد يبكي، لكنها أمراض
تعذيب، أكل ما يطوم مال يوم ما يطوم أكل بايت، تسمعني؟ نعم. قبل 20 يوم قال لي ما عندي مصرف، أخذت والله العظيم قاعد أجدي، قلت لك الله عاد ناس الخير قاعد يساعدني. نعم. وصاحب السبع جهال، تسمعني سبع جهال، أخذت له دقايق، أخذت كمامات وتعقيم ملابس. نعم. خبرني قال كيش ما وصلني؟ أخذوا ملعب الشعب، تسفيرات ملعب الشعب. خلي كاظم يسمعني، خلي روح نزور خوم عني كتك الله كيفهم. شلون عايشة يا أم حسين أنت؟ أم حسين شلون عايشة أنت وأولادك وزوجك معتقل؟ وحق مصاب الحسين، وحق مصاب الحسين، الناس تساعدني كثيرة الله، الناس قاعد تطين مسواق إلي وغذائية. سبع جهاز وقفت كثيرة الله، اثنين قاعد الشعب يجدون، وواحد العرب أنا يشتغل أبي كثيرة الله. تسمعني أخوي؟ نعم. عيد الكاظم يسمعني، الحلبوسي يسمعني، برهم صالح يسمعني. أنا أعطوا المساجين كثيرك الله، كلها أبرياء كثيرك الله، نصها أبرياء بالسجون كثيرك الله، خلاه يوقع على الملف بدون شادي عيونه، خلاه يوقع. قالت أما توقع أما نجيب مرتك نعلقها، أما تجيب مرتك نعلقها وذبح جهالك. الله يكون بعونكم يا أم حسين. أم حسين الله يكون بعونكم، وصوتك وصل إن شاء الله، ورسالتك نتمنى تكون وصلت للي ناشتيهم. المفروض هم عندهم تليفون وعندهم تلفزيون وعندهم هيئات إعلامية ومراقبين، والمفروض توصلهم هاي المناشدات، لكن لحد الآن آلاف المناشدات، مئات آلاف المناشدات تذهب إلى هذه الشخصيات ولا يتحركون لنصرة المظلومين. شكرا يا أم حسين. طبعا نقرأ رسائل أيضا حتى نواكب ما بين المتصلين وما بين المشاركين عبر الهاتف. نبدأ من أول الرسائل. سيد مبروك من الإمارات يقول: تحياتي لك محمد ولكادر الرافدين الأحرار، 17 عام من الانهيار في مفاصل الدولة، وكذلك الأمن والأمان مفقودان من حياة العراقيين، القتل والسلاح المنفلت، الجرائم، الفساد، السرقات، النهب، انهيار التعليم، الصحة، غير ذلك، اعتداءات متكررة من الحكومات التي لا خير فيها. الثورة هي الحل الوحيد للخلاص واستعادة العراق العربي الحر ببركان ثوري تشريني هادر. تحية لهذا الصوت الوطني وكادره الأصيل. سيد مبروك شكرا جزيلا لك. في رسالة لدينا، طبعا هناك من يحاول، من يقوم بإرسال مقاطع فيديوية أو صور أو يحاول الاتصال، هذه الخدمات غير متاحة للعرض في هذه في الواتساب، فقط الرسائل المكتوبة سنقوم بقراءتها. السيدة أم أنس من ما مذكور منين، من العراق. السلام عليكم أخي، أطالب بالعفو العام، والله ملينا، حسبي الله ونعم الوكيل. عليك يا رئيس الوزراء الكذاب مصطفى الكاظمي، ما عندك غيرة، لو عندك غيرة كان طلعت السجناء. يعني تدعو عليه. أنا أخويا صار له 13 سنة في سجن الناصرية، 13 سنة، الله يكون بعونك. في رسالة: أستاذ محمد مقدم برنامج صوتكم المحترم، السلام عليكم، أرجو من شخصكم الكريم أن تقرأ رسالتي هذه ليس بسرعة. نود إعلامكم بأن النائب هيثم الجبوري هو أحد أركان الدولة العميقة، حيث قام بإخراج 4 مواليد على التقاعد دفعة واحدة، كل من مواليد 60، 57، 58، 59، و60، كون هذه المواليد شاركت بالحرب العراقية الإيرانية وانتصروا عليهم، وقام بهذا الفعل لغرض الانتقام منهم، أخذ لثار إيران مع التقدير. يعني المشارك يرى هكذا، هو رأي. السلام عليكم، أنا أم أحمد من الأنبار، ابني الحكم ظلم بالإعدام، صار سنة ما شفته، وأطلب من الحكومة بالعفو العام، والله ابني الحكم ظلم. في رسالة لدينا أيضا حسن من ألمانيا يقول: مساء الخير قناة الرافدين العزيزة، ليش الحرامية شنو قدموا للعراق؟ السيستاني سرق أموال العراق وقام ببناء مستشفيات في إيران، هذول قدموا للعراق الفاسدين وشكرا. في رسالة لدينا أحد المشاركين يقوم بنشر صورة لمعتقل وهو موضوع بفمه أجلكم الله حذاء، حواليه طبعا قوات حكومية،
ويقول السلام عليكم، احنا اهالي السجناء نطالب بالعفو العام قبل ان تصبح السجون بؤر للفيروس، والله المرض داخل السجون، ونرجو يوصل صوتنا لمصطفى الكاظمي. في رسالة لدينا ايضا، السلام عليكم، ارجو قراءة رسالتي، والناشد السياسيين بالنظر والتحري من مشكلة السجون، لانها مشكلة الكبرى، لان ما يحدث داخل السجون جريمة بشعة بحق الانسانية. والله كورونا انتشرت بين السجناء، وباليوم 60 او اكثر معتقل يصاب بالفيروس، وتحدث حالات اختناق كثيرة لدى السجناء بسبب عدم قدرة اجسامهم على مقاومة الفيروس، ولا طبيب عندهم، ولا يسمح بدخول الكمامات داخل السجون، واولادنا تواجه الموت بالسجون. ولان قناة الرافدين قناة اخبارية، نناشد قناتكم بفضح ما يجري داخل السجون من ظلم ومعاناة، ولكم جزيل الشكر. نحن نفضح وسنفضح ومستمرون بهذا الأمر في كشف الحقائق الموجودة داخل السجون والمعتقلات في العراق. شكرا لك أو لك. أبو طه من بغداد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك خاصة لك ولقناة الرافدين. الله يسلمك أستاذ محمد. إحنا لابد نعرف على هاي الحكومة، نكتب على الحكومة، هاي حكومة عاقدة على الشعب العراقي. ليش؟ ها بأنه يريدون سامهم من الشعب العراقي لكونه قاتل إيران. نعم. لأنهم كانوا عايشين بمجاعة. والمالكي حكاها على التلفزيون، قال أني من 77 ل 87 ملابس بدلة وأطبخ على صعوبة على الدين. يعني هي أطبخ لي هي دين. يعني هذا الكلام، هذا الكلام المفروض يكون هو شخص عايش معاناة ويحس بالناس اللي عندها معاناة ويتعامل وياهم على هذا الأساس، مو ينتقم منهم. لا هو ينتقم منهم بأنه قول الإمام عليه السلام الله عليه، بطوف جاعت ثم شبعت. نعم. يعني شو تأمل منهم؟ هم كانوا جوعانين وشافوا فلوس قدامهم وشافوا ميزانية، عافوا الدين، عافوا المذهب، كل شيء عافوا من أجل ديوبهم. طيب أبو طه، يعني أبو طه شلون ده تشوف وضع المرأة العراقية؟ إحنا اليوم اليوم العالمي للأرامل، هذا اليوم اللي أقرته الأمم المتحدة، شلون تشوف الأرامل بالعراق ووضعهن؟ والله أستاذ محمد، مع كل الأسف، مع كل الأسف، مع كل الأسف، الماجدة العراقية يصير هيك حالها. نعم. يعني الماجدة العراقية بالثمانينات وبالتسعينات وبالسبعينات، يعني هاي الماجدة العراقية ينضرب فيها المثل. نعم. يعني هاي خلفت أبطال، جابت أبطال هالبلد هذا، يصير هيك حالها على الرعاية الاجتماعية. نعم. على مود 100,000 بالشهر. وصار لهم 6 أشهر ما مستلمين يا أبو طه، 6 أشهر صار لهم ما مستلمين. ما مستلمين، عفي حكومة ما تفكر يقول هذول منين يأكلون؟ نعم. يعني شلون يصرفون؟ وراهم إيجار، وراهم مولدة، وراهم الوباء اللي اجانا هل. نعم. وقعها. يعني هاي الحكومة دمرت العراق. وبعد مكتوب للقائمة إلا بس الله سبحانه وتعالى الرجال الموجودين بساحة التحرير. شكرا يا أبو طه من بغداد، أنا أشكرك. آخر المتصلين محمد من الموصل، تفضل يا محمد. محمد من الموصل موجود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا محمد، تفضل. طبعا تحية طيبة لك والكادر قناة الرافدين. الله يسلمك. احنا مشكلتنا عندنا سجين بالناصرية. نعم. سجن الحوت. نعم. اريد يعني تشوف لنا مشكلة عن هاي نعم. قلت توصلون صوتنا قناة يعني تنقل الحكومة هاي. نعم. أفضل عزيز يعني هو تكلم 20 سنة مؤبد. أي. وريت وصلت صوتنا للحكومة، هو كل شيء ما عنده ولا أي شيء ولا هاي.
نعم حكومتنا ضربي هواي. نعم ان شاء الله صوتك يوصل يا محمد. وان شاء الله رسالتك توصل. انا اشكرك محمد من الموصل. والله يكون بعون الجميع. نقرا فيما تبقى من دقائق الرسائل الوارده. رساله لدينا. السلام عليكم أخي، كانوا يسموها الماجدة، والآن عندما تراجع دائرة تبتلي على نفسها، وإذا كانت مراجعتها يا معمم فورا يطلب كذا، أهينت الماجدة. في رسالة لدينا من أبو عمار من السويد. السلام عليكم أستاذ محمد نور المالكي، قبل أسبوع تقريبا اجتمع مع الكاظمي، يبدو أن الكاظمي سلم الحكومة للمالكي، واليوم تم تعيين أحمد الملا طلال الناطق الرسمي لحكومة الكاظمي، وهذا الشخص الكل يعرفه هو تابع للمالكي، فالشعب لا ينتظر من هذه الحكومة خير. تحياتي لكم ولقناتنا قناة الشعب. شكرا يا أبو عمار. في رسالة لدينا من السيدة أم محمد تقول: السلام عليكم، شلونك أخي محمد؟ الله يحفظك. الناشدكم والناشد كل خير، يرحم قلب الأمهات ويعطون عفو عام ويسووه. أحلفكم بروح كل شهيد استشهد في سبيل الوطن. في رسالة لدينا من هناك مشاركين كما قلنا يحاولون الاتصال غير متاح. أم أحمد من الأنبار قرأنا رسالتها. كريم علي من بغداد يقول علي من بغداد يقول: السلام عليكم أخي، أنا أخوي انحكم إعدام، هو بريء واعترف أثر التعذيب، كفيلك الله. حكومة حرامية وميليشيات، يعني إذا انعدم أبقى صافن، إلا يخلونا نصير ويا داعش حتى ناخذ حقنا منهم. الله كريم. هم يتمنون هذا الشيء طبعا، ويتمنونك يعني تتجه إلى هذا الاتجاه حتى يقمعوك، كما دمروا المحافظات الأخرى بهذه الحجة أنه اتهموهم باطل وزور، أن هم انتموا إلى تنظيمات إرهابية مثل داعش وقمعوا ودمروا المدن. يتمنون طبعا الشعب يفكر هيك التفكير حتى يكون قمعهم مشرعا دوليا يعني. بس هذا الكلام يعني هو فعلا هذا موضوع قيادة المجتمع إلى أو شيطنة المجتمع بشكل أصح، حتى يكون لهم المبرر أمام العالم اللي داعمهم أنه يبيدون هذا الشعب بحرية مطلقة. في رسالة لدينا أبو علي من المحمودية يقول: السلام عليكم، صار لي 5 أشهر ما شايف ابني بالسجن، حكم 10 سنوات، هو كبير مال بيت، مواليد 96، بسجن الكرخ، صار بيهم كورونا، يعني ما يخافون على الشباب المظلوم. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.